أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا مجاهر جديد، الأخ نايف. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي نايف. أخي نايف، يا ريت الصوت بس تقرب الميكروفون عن تمك يمكن. نايف ما في صوت نهائيا، ما بعرف شو المشكلة. أنا بتمنى تتعالج المشكلة بسرعة. أنا بتمنى المشكلة تتعالج بسرعة نايف، ما في صوت نهائيا. يا ريت ترجع تطالع الفيشة وترجع تدخلها، بلكي يكون الصوت أزبط. آسفين أصدقائي، الأخ نايف في اللحظة الأخيرة فقدنا الصوت. هو الصوت كان جربناه وشغال يعني، بس ما بعرف شو القصة هلا. ما في صوت نايف، ما في صوت. طيب ارجع اطلع وارجع ادخل نايف، بلكي يكون يصير الصوت أوضح يزبط. آسفين أصدقائي على العطل الفني وسوء حظي بصراحة، يعني أنا كنت متشوق للقاء الأخ نايف. على فكرة أصدقائي، أنا الأسبوع الجاي أبدا ما راح يتوقف نشاطي نهائيا، يعني حتى عن الفيسبوك وعن كل السوشيال ميديا مثل ما بقولوا. فبتمنى يعني يتراعوا ظروفنا، ظروف كثير قاهرة علي. ما في صوت نايف، نايف ما في صوت، ما في. يا ريت تطلع وترجع تدخل كمان، بلكي يكون تطلع من الخط وترجع تدخل على نفس الرابط. احتمال يعني يكون الصوت. آسفين أصدقائي، أنا كثير أعتذر، وأنا بعرف أنتم متشوقين لهاللقاء الأخ نايف، ولكن للأسف الشديد يعني أنا متأكد راح يزبط الخط. أخي نايف أنت معنا؟ نايف أظن الصوت ظبط. نايف تفضل. ايوه انا سامعك. تمام. طبعا مثل ما قلت اصدقائي، خلونا نرحب بالاخ نايف. اهلا وسهلا فيك نايف. اهلا فيك استاذ. تسلم يا طيب. نايف، نايف يعني صديقي وحبيبي بصراحة على الفيسبوك، ونعرف بعض من زمان، وصارت الفرصة هلا حتى قدر يجهر معنا بإلحادي أيها الشجاع. البداية نايف، خلينا أعطينا بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، تفضل. ألق اسمي نايف، مواطن سوري، كنت عايش بالشام بسوريا. بسبب الظروف والحرب اللي صارت بسوريا طلعت لجوء على أوروبا. تمام. نايف، يا ريت نبدأ بنشأتك الدينية، خلينا نقول طفولتك، كيف أهلك مثلا علموك الدين، كيف كنت تتفاعل مع التعليمات الحرام والحلال وهالأشياء هي، شو خلفيتك الدينية مثلا إذا بتحب تقول، إذا بتحب أعطينا النشأة بالطفولة، تفضل. هلق انا وقت كنت صغير تربيت بعائله مثل باقي العائلات بالنسبه لموضوع الدين، يعني ما انا متشددي بس بنفس الوقت ما انا عائلي انه قويه او انه هيك، بس انه وسط فيك تقول النشأة الدينيه تبعي. كنا نسمع كثير قصص، عن قصص واحد زت كتاب الدين او زت القران، خلينا نقول ما بعرف شو صار فيه، وحده ما بعرف شو صار لها، انحرقت، حولها الله لما بعرف شو، القصص الخياليه هاي تبع الاطفال الصغار. فكنا نعرف نحن انه ما بصير تعمل هيك، ما بصير تساوي هيك، هيك غلط، هيك حلال، بصير هيك بصير. ما انا وقت كنت اجي لنا ما اقدر انام، بصير ابكي خاف انه الله ما يسامحني، يعني انه صوروا لنا الله او هالشخصيه الخياليه هاي على انه حدا عامل مشعل محرقه وعم بيزتها الناس فيها، صغير اللي كبك فيها. هلا بعد فتره بسيطه يعني صارت تنتشر القصص كثير، على كتبوا على اوراق ووزعوا، كتبوا على 10 ووزعوا، والحكي الفاضي هذا تبع الاولاد الصغار. فشفت مره قريت ورقه انا انه بنت كانت عم تسمع موسيقى وامها عم تقرا قران، قالت لها امها حضرت مسكته وكبته، قامت تحولت لما بعرف شو، هيك شكل خيالي ما بعرف شو هو. فالمهم انا فكرت فيها يعني انه مستحيل، يعني عقل، انا كنت طفل يعني عقلي ما استوعب الفكره يعني انه كيف. فجربت الموضوع، كمشت كتاب القران وكبيته.
ما طارت هيك، ما صار لي شيء. هلا كنت قاعد انا حاولت قوم او اني جرب قوم من مكاني، بس كنت خايف يعني من ردة فعل الله شو بده يعمل فيني. قام ما عمل شيء، قمت لعنده جبته مرة ثانية حطيته بالارض، جربت دعست عليه هيك كمان ما عمل شيء، حطيته مكانه. هلا قوم بلشت اول فكرة شك انه الله شافني سامحني لانه انا بس عم جرب، كنت يعني بس انه هدفي شو بده يصير، ولا ما في الله، ولا الكتاب هذا مغشوش، ولا شو القصه بالضبط، ما حدا بيعرف. فالمهم صرنا نكبر ونسمع القصص هاي تبع انه نمله بتحكي، فيل مارضي ما بعرف يعمل شو، حصان بطير، الحكي هذا. هلا اول شيء يعني اي شخص بس يسمع هيك قصص يعني بحب، يعني الانسان بحالته الطبيعيه بحب الشغلات هيك المستحيله او المعجزات خلينا نسميها، بس يعني بس يفكر فيها مع شوية منطق وعقل، طيب يا أخي مستحيل يعني، نضحك على بعض مستحيل يعني، هيك قصص ما بتصير يعني. لو بس تيجي تحكي إنه ما بتصير، الكل بيأكد لك بقول لك لا صارت. طب أنت شو عرفك إنه صار؟ أخي بعرف أنا متأكد، يعني بتحكي معي بتفكر أخي ما بتوصل لمرحلة محددة، بس بتضل لك إنه حيادي بين إيه وبين لا، في لا ما في، أحيانا بتحس إنه في وأحيانا بتحس إنه ما في، لتوقع بمرحلة تكون عن جد بحاجة إنه يكون في شخصية مثل الله تساعدك، يعني إنه أنت أخي مؤمن فيه ومصدقه إنه موجود وكل شيء، طيب بحاجة مساعدة منه. يعني أنا رفيقي بيكون بس أحتاج منه مساعدة بيساعدني، أو أنا بعرف شخص بس أحتاج مساعدة بساعده، طيب هو الله يعني، يعني قادر على كل شيء، معقول بس يكون بحاجته ما يساعدني؟ هلا صار الموقف هاد مرة مرتين ثلاثة، يعني آخر شيء طب ليش ما عم بيساعدني؟ الغلط فيني أو فيه؟ طيب ايه اوكي، لا انا ما فيني غلط، انا عم بعبده صح، انا عم بعمل اللي بده اياه، بس هون بتبلش عاد الشك بين انه ايه موجود او لا، انه طيب شو الاثبات انه موجود؟ اثبات بتلاقي النقطة الرئيسية بالاثبات اللي كل الناس تعتمد عليها هي الايمان. طيب اذا بتطلع انت على كل الناس هدول ايمانهم من وين جاي؟ جاي من البيئة اللي عايشين فيها. يعني ببساطة انا لو اني خلقان بالهند كنت هلق بعبد الفار او عم دافع عن هندوس، يعني الفكره فكره بس ايمان. طب ايه اوكي، انا شو عرفني انه انا المعجزات تبع ديني صح ومعجزات الباقي هي كلها سحر وخرافات، علما بانه حتى معجزات ديني ما حدا اختارها. يعني يعني ايه اوكي اخي، شخص رسول خلينا نقول عمل معجزه محدده، طيب ايه اوكي بس هو عملها ما حدا قال له انت، يعني انا ما جيت قلت له خذ هي حجر خليه يطير او اعمله عصفور، هو عمل معجزه على كيفه يعني، يعني هو سوى معجزه هو بيعرف يساويها، او سحر نوع من انواع السحر هو بيقدر يساوي. يعني رجعنا كل قصص المعجزات والانبياء ما بتلاقي حدا منهم ساوى منه، لا شو اللي بصير؟ بصير انه تطلع بقضية صيته انه هذا البني ادم منيح، هاد انسان جيد، هاد فقير، هاد معثر، هاد على طول بضل يمشي لحاله ويتعبد ويفكر، هاي القصص اللي بنسمعها عن كل الانبياء، وحسن الحكي وام وقت اجاها منام انه ابنه راح يكون عالية قومه والحكي هذا. لقد تنتشر القصص هاي قبل بسنتين او ثلاثه مما يصير رسول هو. بعد ما تنتشر القصص ويصير منطقه من المناطق او بوقت من الاوقات اللي بده يعمل هو في معجزه، بيكون في مدسوسين من جماعته اخي 7 8 10 بس تصير الشغله، مشان ما حدا يقول لا هذا سحر، معجزه معجزه على اساس انه معجزه. هلا اذا كان اساسا صارت معجزه، اذا ما كان كله كسب كمان، لا سحر ولا معجزه اساسا، يصدق حرفين او 3000 سنه ما حدا شايفه ما حدا بيعرف عنه شيء، بس لانه ببساطه مكتوب بكتاب، او بس لانه اهلي مصدقينه، او بس لانه انا عايش ببيئه امنه بهالحكي، علما بانه اذا بتطلع حواليك ما في شيء يثبت هالحكي يعني. يعني فينا خلينا نقول نحكي كاسلام، كونه انا مسلم وقت من الاوقات كنت مسلم، كاسلام أكثر من 60 سنة كل يوم جمعة كل يوم جمعة كل يوم جمعة دعاوي على إسرائيل. طيب خلينا نقول 1.5 مليار مسلم، ضرب 60 سنة ضرب كم جمعة في بالسنة، معقول كل هالدعاوي ما عملت شيء؟ يعني وينه؟ طيب يعني اللي عم بعمله أنا شو شغلته يعني؟ شو بيساوي؟ له حكمة؟ ما بيدل؟ طيب أوكي 60 سنة 67 سنة وين؟ يعني انه كيف يمهل ولا يهمل؟ طيب ايه في كثير ناس اخي شالوا وساووا وحطوا وسرقوا وقتلوا وعملوا، وهي يعني ما صار لهم شيء يعني. هي اوكي انا بالدنيا ماني واثق، كيف بدي اوثق بالاخره؟
لا انت لازم توثق، ولانه شيء موجود ومؤكد. طيب اذا ابليس اللي شاف الجنه وشاف النار وما امن بالله، انا بدي امن فيه؟ يعني في القصص هذه بتخليك توصل لمرحله لا، انه عن جد ايه اوكي، بس انا ما بدي امن فيه، انا بدي اثبات. أكيد أكيد. طيب يعني بقدر أفهم إنك ما آمنت نهائيا مثل حكايتي يعني؟ هلق بلا، مرقت فترة بس قصيرة كثير كانت اللي آمنت فيها أنا. يا ريت تحكي لنا عن الفترة نايف. هلق فترة الشك بلشت وأنا صغير، يعني كنت صف خامس أو سادس، بس الفترة اللي مرقت فيها كنت آمن فيها، يعني فيك تقول كان عمري 12 13 سنة، كان بس يصير معي موقف أرجع آمن، يعني نوع من أنواع الخوف فيك تقول إنه لا أنا صار معي هيك لأنه أنا ما عم آمن، خلص آخر مرة بعملها وبدي أرجع آمن. ارجع آمن فترة طويلة ويصير معي نفس الموقف ونفس، واطلب نفس الطلب وما يصير شيء، اخي ما يتغير شيء، يعني بالنهاية اي شيء انا كنت اطلبه وبدي اياه هو شيء معتمد يعني على الشيء نفسه اذا بصير او لا. يعني خليني اعطيك مثال، اذا انا ضيعت مفتاح بغرفتي بعيد، انا بس دور عليه راح الاقيه، يعني موجود الله او مو موجود، انا اذا بدور عليه بلاقيه، ما راح يجي الجن او ما بعرف مين يسحب لي اياه يعني او يغير لي مكانه. طبعا نايف، خلينا ندخل مرحلة تركت الدين، يعني اقتنعت قناعة انه هاي خزعبلات وخرافات وهالاشياء هاي. كيف دخلت المرحلة هاي؟ يا ريت تحكي لنا عنها، تفضل. اخي نايف، عم تسمعني؟ أظن الأخ نايف رجع، انقطع الخط عنا. ويا ريت، أنا بتمنى يرجع يدخل. أنا على كل حال أبعت له رسالة على الفيس. أنت معي أخي نايف؟ أظن نايف انفصل الخط بيناتنا. أنا أصدقائي راح أرجع أبعت له رسالة يدخل، يرجع يطلع ويدخل. أنا بتمنى يكون ما يصير أي مشكلة يعني. أنا بتمنى ما يصير أي مشكلة. بصراحة أنا مستمتع كثير مع الأخ نايف وقصته رائعة، يعني بتشبه قصتي تقريباً. يا ريت أخي نايف. نايف مو معنا، آسفين أصدقائي على يعني أنا بتمنى كان يكون الخط أوضح بكتير، بس حسب الإمكانيات، يعني مثل ما بقولوا يعني نحن الملحدين إمكانياتنا ليست كإمكانيات المؤمنين وخصوصا المسلمين أصحاب الفضائيات. نحن عنا هاللابتوب وهالعدة هاي يعني، والأخ نايف من تليفون عم بحكي، ويعني تعرفوا أنتوا. أنا بتمنى ما يصير أي مشاكل. ف أظن الأخ نايف راح يرجع يدخل لعنا، ويا ريت تكون بسرعة. أظن الو نايف معنا. أتفضل أخي نايف، أنا آسف. الو اي انا تفضل. شو صار دي؟ اي ما بس شو كان السؤال لانه ما سمعته؟ سؤالي كان انه يا ريت تحكي لنا عن الفترة اللي بدأت فيها تتخلص من الدين ووصلت لقناعة كاملة انه الدين خرافة، تفضل. هلا الفترة هاي أنا بالذات يعني كان في شغلة واحدة بتأكد الدين بالنسبة لي إذا كان موجود أو لا، اللي هي فكرة إنه هاي اللي بيستخدموها إنه جن وما بعرف شو معمول له عمل والحكي الفاضي يعني. هلا حاولت شوف كثير من الناس أنا اللي بيشتغلوا بهذا الشغل، أخي إيه أوكي بس فرجيني، يعني مو أنت بتشوف جن وبتشوف هيك؟ إيه مبلا، أنا فيني شوف، فرجيني إيدك. شوف إيدي، إيه أنت بتشوف، طيب إيه أوكي فرجيني. يحاول مره مرتين ثلاثه، شغل النصب والاحتيال هاي والحركات الفاضيه هاي، وباخور وما بعرف شو كذا، اخ ما في شيء. شايفه؟ لا ماني شايف. وين؟ ما انا شايف. لا ماني شايف. وين؟ يعني شغل استغباء للعالم، يعني بحسه قد ايه انه انت حمار بصدق هذا الحكي. هلا قوي عاملها باب رزق، مصلحه، بيطالع منه مصاري، ايه اوكي يعني، بس يعني ما بعرف، يعني بيصعب على انسان بفكر يصدق هيك حكي. يعني اخي ايه اوكي فرجيني، يعني منظر بخوف، اول شيء بخوفك طبعا هو انه
منظر انا نايف الصوت شوي عم ما بعرف اذا فيك تتحمل. في ناس بصير بسكتة قلبية. ايه اوكي انا في انا ما عم بسمعك استاذ جان. تفضل نايف، يا ريت تكمل من عند هلا اسمع. تفضل نايف تفضل. نايف عم تسمعني؟ نايف اظن صار في مشكلة كمان. يا ريت تطلع وترجع تدخل كمان اذا امكن. اسفين جماعة، صدقوني مو بايدنا. بصراحة انا كنت مثل ما قلت، انا كتير متشوق لسماع الاخ نايف، لكن للاسف الشديد يظهر التكنولوجيا ما عم تساعدنا هاليوم، وهي من دعاء المسلمين، وانا اهنئهم يعني بصراحه على دعاءاتهم. يعني مثل ما بقولوا، واخيرا استجاب الاله لهم، فمبروك عليهم على كل حال. اخي نايف، طيب على كل حال، إذا أخي نايف يا ريت تطلع وترجع تدخل. إذا نايف معنا أنت؟ نايف الصوت تعيس كتير، آسفين كتير أصدقائي، الصوت تعيس كتير بصراحة نايف. ونحن جربنا امبارح بصراحة، واليوم جربنا امبارح كان في مشكلة. نايف أتمنى يكون زبط الخط معك. لا طيب، استنى الاخ نايف حتى يزبط الخط معه. فنروح على شوية أسئلة أظن بالتعليقات، ويا ريت أصدقائي يعني. طيب معنا الاخ نايف؟ نايف أنت معنا؟ صوت ما في صوت نايف، ما في صوت نهائيا. آسفين كتير أصدقائي، آسفين كتير على العطل الفني هذا. أنا بتمنى دي يعني يكون الوضع مثل ما بقولوا اللي عنده الأخ يتصلح يعني، وما نواجه هالمشاكل هاي. أخي نايف إذا عم تسمعني، طبعا في شوية تعليقات. الأخ أحمد عم بقول تحياتي لك يا جان، أنت وضيفك العظيم نايف. لي سؤال للسيد نايف، أثناء الفترة التي تركت فيها الدين، هل شعرت بفراغ روحي؟ وكيف كنت تملأ الفراغ الذي تركه رغما عن أن الدين ذاته وهم؟ أنا أيضا ملحد سوداني، ولكن لا أستطيع أن أفصح لأني محاط بمكان فيه الكثير من الوحوش الإسلامية. شكرا لك يا جان، أنت وضيفك صدقني برنامجك العظيم، متابعه كل يوم باهتمام. شكرا لك أخي أحمد. أخي نايف دخل. تمام، صوت واضح الله صار. تفضل. رجع طلع ويظهر في مشكلة مع الأخ نايف. آسفين كتير أصدقائي، آسفين كتير على الوضع هذا. طبعا بالنسبة للأخ أحمد، أنا راح أحول السؤال للأخ نايف. في الأخ علي عبد الله، أخي جان بس أريد أن أعرف أين ذهب إسماعيل محمد صاحب برنامج البط الأسود؟ لقد غاب كثيرا عنا، أرجو أن يعود.
وانا كمان اضم صوتي لصوتك اخي، وارجو ان يعود. بس صدقني ما عندي علم شو يعني شو عم بيعمل الاخ اسماعيل. طيب انت معنا يا نايف؟ نايف انا الاخ نايف شايفه بالصوره، ولكن الصوت ما في صوت. ما انا اتمنى مشكله الصوت تختفي. الو هيك في صوت استاذ؟ في صوت، تفضل. هيك في صوت؟ في صوت. تمام. ممتاز، جيد. تفضل نايف. هلا سمعتك انا، شو اخر شيء سمعته بس مشان اخر شيء؟ بصراحه انا نسيته، بس خلينا ندخل مرحله كان سؤالي انه مرحله التخلص من الدين وبدايه الالحاد، خلينا نقول كيف وصلت للمرحله واقتنعت كاملا انه الدين خرافه. تفضل. هلا اول شيء بس اقتنعت انه الدين هذا غلط، او الخالق هذا، او الله هذا اللي انا عم بعبده غلط، ما بيعمل شيء مثل قلته يعني ولا شيء. جربت تشوف غيره، يعني جربت تشوف انه ديانه تاني او رب اخر. خلينا نقول هلا اول دورت كثير، يعني اكيد انا ما شفت كل شيء يعني لانه هن كثير، بس شفت اكثر من نموذج يعني كمان، يعني كله نفس. فبس عندي مشكلة فيهم اللي هن كانوا يسموه الإعجاز العلمي، قمنا فيها شوي وشفنا الوضع وشفنا هيك، يعني هلا أكيد يعني ما راح يكون إذا كان في خالق. نزل الكتاب علق ليك أنا موجود، ما راح يكون سخيف يعني قد ما كان يعني. وكل الديانات يعني تبعت نفس الاسلوب يعني بشكل او باخر، انه ايه في كتاب بيثبت، ايه من 2000 سنه حدا شافه الحكي هذا، يعني ايه نزل هو قد ما كان يعني. معقول يكون سخيف ينزل هو على كره ارضيه؟ نايف رجع الصوت، الصوت يعذبنا كثير اليوم. نايف الصوت. اخي نايف الصوت عم بيعذبنا اظن. اذا عم تسمعني اسف كثير اصدقائي. نايف الصوت عم بيعذبنا كثير، الصوت غير واضح نهائيا. اسفين اصدقائي، انا اسف كثير على يعني عدم الملائمه مثل ما اقول بالصوت هذا. نايف، طيب انا راح اروح التعليقات شوي ونرجع كمان. نرجع اتمنى لحتى يجينا الاخ نايف. طيب في اخ محمد جبران عم بيقول: مرحبا عزيز جان، انت حكيت عن ان ميساء الملحدة الاماراتية بدها تقدم برنامج الحادي، لوين وصلتوا؟ وهل بث برنامجك دائما في هذا الوقت؟ طبعا بس البرنامج اغلب الاوقات في هالساعة، هاي الساعة 8 بتوقيت لندن.
أغلب الأوقات طبعاً، وبتجينا ظروف نضطر فيها قبل ساعة قبل ساعتين يعني. يعني العادة بنسوي إعلان لأي حلقة قبل يومين ثلاثة أكيد يعني، وبتكون موجودة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. فبس هالأسبوع القادم هذا راح يتوقف البرنامج لأسباب عملي يعني، وأسباب انشغالي بصراحة بالعمل وأسباب اضطرارية جدا. بالنسبة لموضوع ميساء، أظن ميساء بوقتها نحن أعلننا أنه تساوي برنامج، ولكن هي كان عندها فترة حمل أظن، ونسينا الموضوع لحد هالساعة هي. ما بعرف أنت ذكرتنا فيه، وأنا بتمنى الأخت ميساء تكون عم تتابعنا، ويعني تقدر تعملنا برنامج. يا ريت يعني، بتمنى يعني بتمنى ميساء تعملنا برنامج. أخي أظن أنت معنا، سامعني نايف؟ أنا شايف صورتك، وصورتك عم تتحرك ببطء بصراحة. إذا بتقدر تلغي الصورة نايف، وبس الصوت ممكن يعني نعتمد على الصوت بس، ما في مشكلة يعني. الكاميرا من عندك تلغيها، احتمال بيصير أفضل الصوت. أنا عم بسمعك نايف، لكن الصوت كتير تعيس. يا ريت بس تشيل الكاميرا وتعيف الصوت. على هالمشاكل هاي بصراحة يعني، أنا أعتذر كل دقيقة، ولكن مع ذلك بيجينا أصدقاء بيقولوا لي عليك أن تعتذر لأنه ما الصوت، وعليك لازم تجرب. أصدقائي نحن منا CNN، منا BBC، منا نحن جماعة كثير يعني أفقر الفقراء نحن، ولكن هالتكنولوجيا المتوفرة تحت إيدينا عم نقدر نستخدمها حتى نوصل صوتنا. لذلك يعني المشاكل هاي بتحصل، خصوصا ببرامج التواصل الاجتماعي هاي تحصل دائما يعني. وانا بتمنى تتقبلوا العذر يعني، بس في شباب من جماعتنا المؤمنين يعني، لا مع ذلك مع انه اعتذر كل دقيقتين اعتذر، يرجع يقول لك لازم تعتذر ولازم تظبط حالك. شو اذا بدك نظبط حالنا، ادعمنا حتى نظبط حالنا. نايف انت معي؟ نايف، نايف الاخ نايف ما هو معي. طب انا راح افتح السكايب نشوف مشاركات الأصدقاء من على السكايب. يا ريت تتصلوا فينا، ويعني ممكن نتواصل حتى بس نقدر نكمل الحلقة بدون مشاكل يعني. أنا بصراحة بتمنى طيب آسف كتير أنا. نايف معنا؟ نايف انا الصوت كتير ضعيف، فيا ريت يا ريت يا ريت الصورة تشيلها، ضعيف الصوت لحاله مشان يكون السحب. تقدر تشيل الصورة الكاميرا من فوق من عندك؟ ايوه تمام هيك. يا ريت هلا شو بلك يكون الصوت اوضح هيك. صوت تمام؟ هيك صوت تمام، تفضل. بس ما في مشكلة. معلش يكون الصوت هيك. هلا قصدي انا ما سمعتك، بس سمعت يكون الصوت هيك ضعيف وما تسمعك شيء، بس شفت الصورة. طيب بحرم. طيب خلينا نرجع لنفس السؤال نايف. بداية التخلص من الدين، كيف تخلصت من الدين، وكيف واجهت الإلحاد، وكيف صرت ملحد؟ تفضل. أظن الأخ نايف
الاتصال بكون تعيس. طيب نايف، ممكن تتصل سكايب. نايف، اذا بتقدر تتصل سكايب كمان بكون افضل. بس بدي الايميل. لا السكايب اللي حكيتك، سكايب استاذ، سكايب نفسه، نفس السكايب اللي حكيتك فيه. انا واحد ما عندي طيب انا راح ابعث لك السكايب على الفيسبوك. اوكي، بخلال ثواني بكون عندك. اسفين اصدقائي، و بس دقيقة واحدة افتح السكايب. طيب نايف، نايف يا ريت تسكر من هون وتتصل بسكايب، بعت لك اياه على الفيسبوك. اتمنى يكون بسرعة الاخ نايف يشوف المسج تبعي. يا ريت اسفين كثير اصدقائي على هالعطل هذا، وبصراحة ما كان متوقع، لانه جربنا الخط يعني قبل ما نبدأ الحلقة، وامبارح كمان جربنا الخط، ف ما بعرف شو القصة يعني. أنا بعتذر كتير على الفضيحة هاي اللي صارت معنا للأسف الشديد. طيب الأخ شاف، على السريع يا نايف، السريع يا نايف، على كل حال أصدقائي أنا بس تخلص الحلقة راح أعمل مونتاج للحلقة، يعني ما أظن تكون حلقة، يعني بصراحة حلقة كتير جيدة، ولكن مثل ما بقولوا طيب أنا راح أتصل بالأخ نايف. ألو نايف، نايف عم تسمعني؟ تمام. طيب نايف، نحن وصلنا لمرحلة مثل ما قلنا التخلص من الدين. احكي لنا عن هالمرحلة هي، يا ريت تفضل احكي لنا عن هالمرحلة هي. حاولت شوف غير الديانة، طبعا ما شفت كثير الديانة يعني دينين او ثلاثة، لقيت انه كله بيعتمد على نفس الفكرة، يعني بفتح بدل مشهور او بدل تنفذ اوامر حدا مشهور. الأقوال اجت ببالي فكرة انه بالعادي يعني بس انا بدي اطلب من حدا يعبدني لازم اكون متفق انا وياه تقدر
نعمل هذا؟ ما صار اتفاق يعني ما له حق علينا انه نحن نعمله؟ يعني ليش نعمل؟ اوكي هو خلق ما ممتاز مش هو بس ليش نعمله؟ هاي حريه بنوقفها ونحن نرجع لها يا بعملك انت فقد بالنار ليش؟ اذا اساسا انت يعني ما لك مانع ماضي ولا اي اثبات انك موجود يعني. هون انا بلشت ادور على الافكار البديله يعني انه ايه اذا الله مو موجود كيف بلشت الحياه؟ كيف صار في كره ارضيه؟ كيف صار الكون هذا كله؟ هون عاد هون بس بلش بالمرحله هاي الواحد لازم يترك كل شيء يعني، يعني لازم هاي القصص السخيفه تبع هذا مهوى وحياه وفسخ الارض من السماء وما بعرف شو الحكي فاضي هذا تبع الكتب الدينيه هاي لازم ينساها الواحد، لازم يفوت على المرحله هاي ما بيعرف شيء، ما عنده فكره ولا عن اي شيء، اي اوكي مو مشكله ابدا انا ما بعرف، انا انسان ما بفهم بهي الامور وجاي مشان افهم يعني، اتوقع ما فيها اي مشكله يعني اذا واحد ما بيعرف واعترف يعني انه انا ما بعرف. يعني انا بعترف ساعه اني ما بعرف بصير اعرف احلى ما ضل كل عمري انا ما بعرف. انه بس يفوت على المرحله هاي الواحد مجرد ما يفوت انه هو اوكي ايه اوكي انا متفق معك انا ما بعرف شيء. يفوت على المرحله هاي الواحد هون عاد بيستفيد يعني بصير يفهم كيف بلش الكون. في اكثر من نظريه عن نشاه الكون. طبعا اكثر نظريه ماشيين عليها او خلينا نقول مثبته هي الانفجار العظيم او الانفجار الكبير بين كون. هلا يعني العقل بيستوعبها يعني. فكرة بيستوعب العقل. إيه أوكي ممكن توصل أنت لمرحلة إنه قبل شو كان في طاقة أخي سببت حدوث الانفجار. أنا معك أوكي ممكن. بس أنت شو عرفك إنه هاي الطاقة بتحب أو بتكره أو بدها منها تعبدها أو بتفكر حتى أو بتعرف تصنع شيء مميز. طيب يعني عم تسمعني نايف؟ طيب. طيب خلينا نقول انت وصلت لمرحله الالحاد والحد كاملا وشفت ديانات اخرى وما عجبتك، طيب يعني ما اقتنعت فيها، هل حاولت مثلا تجهر بالحادك قدام الناس تقول لحدا تناقش افكارك مع الناس؟ حاولت بين اصدقائي المقربين يعني حكينا بكثير افكار كنا عطول نوصل لطريق مستوي يعني نوصل لنقطه انه ايه اخي في يعني في اخي في نقطه مجهوله يعني ما حدا بيعرفها يعني لا انا ولا انت ولا حدا بيعرفها. بس مو شرط تكون يعني يعني هم النقاش كيف بصير؟ بصير النقاش بينك وبين اي حدا مؤمن، اي نقطه مسدوده انت بتوصلها لازم تكون النتيجه اللي هو بده اياها، انه ايه النقطه هي ما تعرف اخي مو شرط يعني ايه اوكي انا ماني قادر افسرها، بس مو شرط تكون تفسيرها الله يعني. هاي الفكره صعب يستوعبها حدا مؤمن يعني. هاي الفكره حدا مآمن ومصدق وعايش كل عمره ببيئة مؤمنة صعب يستوعب الفكرة هاي. لازم إذا بدك تناقش معه بقول لك كيف صار الجبل، إذا أنت ما عندك فكرة عن الجبال كيف بتصير بقول لك الله خلقها، خلص انتهى النقاش وهو فاز. فهيك عقليات يعني صعب النقاش معه. بدي أسألك نايف، أنت في عندك نشاط على اليوتيوب، يا ريت تحكي لنا عن النشاط هذا وليش أنت عم تعمل الفيديوهات، شو السبب يعني؟ تفضل. مغشوش باي شيء شو ما كان بغض النظر دين او غير دين يعني. يعني ما بحب انه اشوف حدا عم يضحك في حدا عم يضحك عليه هيك يعني بعينك بعينك وهو ما له عرفان. فبلشت الفكره يعني فكره انه هي جروبات مناظرات حكي اقناع الى اخره. وصلت لفكره اكتشفت انه الشعب او المجتمع بشكل عام او الانسان خلينا نقول ما بيفهم الفكره صح غير اذا اعطيته اياها على شكل صدمه. كيف يعني صدمه؟ صدمة راح أعطيك مثال إنه وحدة بتروح لعند طبيب نفسي أو طبيبة نفسية خلينا نقول بتقول لها أنا جوزي سيء معي، جوزي مو منيح، جوزي هيك، جوزي هيك، أنا ما بحبه، أنا بكرهه، أهلي جبروني عليه. فشو بتعمل دكتورة؟ كلمة وحدة بتعمل لها صدمة بتقول لها طلقني. هون هي عاد بصير عندها صدمة من جوا إنه إيه أنا كل شيء حكيته ممكن يكون صح بس مو عطوه صح هو يعني. بتبلش عاد تحكي الشغلات المنيحة اللي فيه. إيه بس نايف يعني إيه يا نايف قبل ما تكمل حديثك انا اسف للمقاطعه بس يا ريت تفرجي الصوره صورتك مشان تبين مشان المشاهدين. وطالع الصوره؟ لا ما يطالع الصوره اذا ما بعرف احسن اشوف هيك. تمام تفضل. هيك في صوره؟ في صوره تفضل. بتصير الفكره بتصير تحكي عن هي عن الشغلات الايجابيه اللي فيه. هاي الشيء اسمه صدمه علم النفس. انا ما
ماني بحر كثير بعلم النفس، بس هاي الفكره بالذات انا توسعت فيها شوي وبعرف هلا اي انسان بيكون عم يدافع عن فكره معينه وبتعطيه فكره هو ما له شايفها وما بيعرف عنها شيء، هو بصير عنده صدمه انه ايه ممكن يكون 1% حكي انا غلط. هلا الصدمه هاي كيف رح تجي؟ بتجي من انسان اخي واثق ومآمر ومصدق وكل شيء، بس في اشياء ما بيعرفها. يعني هلا ببساطه انت اذا بتجي لواحد مؤمن مصدق طوفان نوح بتقول له انت مآمن ومصدق انه في خلينا نقول فقمه او جزء فقمه اجى من 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 القطب على الشرق الاوسط لطلع بالسفينه مشان ما يغرق، او في دببه اثنين اجوا من القطب على الشرق الاوسط مشان ما يغرقوا، هون هو بصير عنده صدمه انه ايه عن جد شيء مو منطقي، يعني ما بيتصدق كيف يعني. يعني انت مآمن ومصدق انه في سفينه 9-5 مليون حيوان او جزء من الحيوان، اذا بس كلاب في 700 نوع، سناجب في 117 نوع، كيف يعني وسعهم كلهم بالسفينة؟ هون هو قاعد بصير عنده صدمة انه ايه لا القصة هاي كذب يعني غلط. فهلا من فكرة الصدمة هاي انا صرت اتوسع فيها شوي شوي، صرت اعمل فيديوهات وعم بيجينا يعني مراسلات على الصفحة، يعني في ناس عم تستفيد، يعني ما راح اقول لك انه ايه عم تألحد خلينا نقول، بس في ناس اخي عم تفكر بأقل تقدير، عم تبلش تفكر يعني عم تحاول تفكر. طب اصدقائي انا راح اضع الرابط تبع اليوتيوب تبع الاخ نايف كمان تحت الفيديو عشان الاصدقاء اللي بيحبوا يطلعوا على اعمال الاخ نايف يشوفوها قدام. طيب اخي نايف انا بدي اسالك سؤال، شو رايك ب يعني خليني بس برايك يعني شو هي اهميه انه الملحد يجهر بالحاده؟ ترجع للشخص نفسه، يعني اول فكره راح يكون لازم هو يكون مأمن على حياته، لانه في شيء اخي بالدين محدد، خلينا نقول في شيء بالاسلام اسمه حكم الرد او المرتد، هذا بيقتلوه، يعني هذا اذا انت مسلم وبترتد مثلي انا مثلا هذا حكم القتل. نايف حبيبي نايف اظن الصوت رجع يعذبنا. يا نايف اذا عم تسمعني الصوت رجع يعذبنا. طيب تفضل هيك خليها بدون صوره يعني مشان الصوت، تفضل من البدايه. هلا صار في صوت كويس خلص تمام. من البدايه رجع لنا شو اهميه الاجهار بالالحاد وشو نظرتك انت بالضبط؟ تفضل. هلا الاجهار له اكثر من فكره، يعني اول فكره لازم تكون مأمن على حياتك كثير منيح لانه حياتك يعني اهم من الله اذا وجد. ثاني فكره الانسان بحاله الطبيعيه بس يلاقي حاله ماشي بطريق لحاله او يحس حاله انه ماشي بطريق لحاله راح يتردد ويخاف، بس اذا بيشوف انه في ناس ماشي معه بهذا الطريق هو شيء طبيعي راح تزداد نسبه الشجاعه عنده. يعني فرق ما يكون انا لحالي اخي عم اجهر، فرق ما يكون اي حدا بيقدر يجهر عم يجهر. يعني انا اول شيء خلينا نقول عن حالي انا مثلا، انا ما عندي مشكله باجهر لانه انا حاليا باوروبا وحياتي بامان وما عندي خطر على حياتي. بس خلينا نقول اذا اي حدا يعني بالشرق الاوسط او بالبلدان الاسلاميه او الديانيه خلينا نقول اللي بتعتمد دين معين، اذا انت بدك تجهر وبتعرف حالك لحالك رح تتعب رح تتردد 10,000 مره قبل ما تحاول تعمل اي شيء، لانه ببساطه يعني شغله فيها حياتك. فهلا بس يصير في عدد وبس يصير في ناس وبس يصير في جمعيات توصل الصوت، هاي الناس اخي اللي ما بدها تضل مغيرين بس يصير في ناس توصل صوتها بيعملوا شيء يطلع معهم شيء، بس طبعا انا لحالي وانت لحالك وهو لحاله وانت اللي عم تشاهد هلا وعم تسمع لحالك وما انا بستبش قايل رح تضلك هيك الامور، رح تضلك نايف بصراحة الصوت كتير تعيس صار حتى هون بالسكايب، أنا يعني ما بعرف كيف بعتذر أصدقائي على هالتخطيط هذا، وأنا يعني بتمنى نسوي معك نايف حلقة تانية يعني لأنه هالحلقة هي أظن كتير متعبة للمشاهد وآسف كتير أصدقائي. نايف عم تسمعني أنت هيك؟ أنا
أظن الأخ نايف يعني بس أخ نايف ما عم بسمعني و الصوت كتير تعيس. الصوت كتير تعيس نايف. الصوت تعيس نايف. الصوت كتير كان عم أقطع وما بصراحة يعني أظن الأصدقاء ما قدروا يفهموا شيء من الحلقة يعني. بعتذر كتير أصدقائي. أيوة. طيب نحاول قدر الإمكان إنه نكمل بالحلقة هاي حسب أنا بتمنى يكون الصوت واضح. طيب نايف خلينا نروح على سؤال تاني، برأيك شو لازم يعمل الملحدين شرق الأوسط وشمال أفريقيا الناطقين باللغة العربية اللي نحن مجموعاتنا الإلحادية هاي اللي بنشوفها على السوشيال ميديا حتى نقدر نوصل صوتنا لمجتمعاتنا ونكون مؤثرين بهالمجتمعات هاي؟ نايف عم تسمعني؟ اول فكره فيهم يعملوها هي نتعرف على بعض. ايه انا سامعك، انت عم تسمعني يا استاذ؟ سامعانك، تفضل. الو، انا سامعك نايف، تفضل حبيبي. اول فكره فيهم يعملوها هي انه نتعرف على بعض. اول فكره فيهم يعملوها انه نتعرف على بعض، الصوت عم يطول ليوصل. أنا راح أكمل يعني. ثاني فكرة، يعني أي شخص عنده أي شك بأي موضوع، يعني أنا أخي عندي شك بموضوع محدد، خلينا نقول إعجاز علمي، فكرة معينة أنا ما عم بفهمها، فكرة إنه إذا الله مو موجود خلينا نقول شو يعني شو البديل لهذا الموضوع، بيقدر يسأل يعني مو أي بالسؤال. وإذا ما بده يسأل حد معين يعني في فوت أخي في مجموعات على الفيس، في يعني في مجموعات وين مكان، وفي فيديوهات تحكي عن مواضيع هاي يعني في يكتب ويشوف. إذا ما بده يسأل حدا محدد يعني في يكتب على أي موقع بحث أو محرك بحث المشكلة اللي هو حاسس فيها إعجاز أو فيها قوة خارقة أو فيها الله ويشوف. يعني أنا مجرد ما هن تعرفوا على بعض وصار في عدد معين فيهم يأسسوا جمعية، يأسسوا حزب، يأسسوا أي شيء يعني خلينا نقول مجموعة جروب أصدقاء، خلينا نسميه جروب أصدقاء ملحدين، ويحاولوا يوصلوا صوتهم. يعني هلا أكيد يعني أنا مثلا لحالي ما فيني وصل صوتي أو أي شخص لحاله ما في وصل صوته، بس نصير كثار بشبكة علاقاتنا ومعارفنا وهيك أكيد يعني بيوصل الصوت يعني. يعني بأقل تقدير يصير في بلد آمن يعني للملحدين بالشرق الأوسط، بلد آمن بقدر أقول أنا ملحد وما خاف من حد يعني. طيب شو بتقول لنايف للمعارضين للجهر يعني؟ هلا المعارضين للجهر اكيد عندهم اسباب انه يعارضوا، بس ما بعرف اذا الاسباب اللي هم شايفينها يعني صح او غلط. يعني هلا اي شخص عنده استعداد وهو قبلان انه يطلع ويجهر، هو بالنهايه عرفان شو وضعه وعرفان انه اذا حياته بخطر او لا، فهن يعني اذا ما بدهم يصطفلوا يعني، بس ما في داعي يعارضوا. هيك من وجهه نظري طبعا، ما بعرف انا. بس يعني اي شخص قبل ما يطلع هو راح يكون مأمن حاله ومأمن على وضعه كثير منيح. يعني هي انا قبل ما طلعت من انا قبل ما طلعت يعني قبل ما أمن على حالي وأمن على حياتي وأمن على كل شيء ماني مستعد فوت بخطوه يعني، وبدي بتوقع الكلمة لي يعني، فما في داعي. صحيح. على كل يعني راح نروح لسؤال تاني. نايف برأيك انت بتريد انه ناسنا ومجتمعاتنا هاي تفهم انه يعني صاروا بسبب هالدين هذا صاروا بزيل الامم مثل ما بقولوا، صاروا عالي على الامم، وشو الطريقة اللي يعني برأيك انه ممكن نفهمهم هالقصة هاي اذا بدك طبعا يفهموا؟ نايف عم تسمعني؟ اظن الاخ نايف ما عم بسمعني. هلا انا طبعا بدي افهم وبدي اياهم يعني شو. تفضل نايف، تفضل. ايه عم اقول لك انه اكيد بدي اياهم يعرفوا،
نايف ما سمعنا شيء نهائيا بصراحة، الصوت كثير صار تعيس. بصير وبصير ودين وحلال. طيب أصدقائي أنا بعتذر كثير بالنيابة مع من الأخ نايف، الإشارة هون حمراء نهائيا وانغلق الخط حتى، بعتذر كثير أنا أصدقائي آسف كثير. أنا رح أفتح السكايب الثاني وأنا أوعدكم إنه أسوي حلقة أخرى مع الأخ نايف بدون هالمشاكل هي. طيب خلونا بس أفتح السكايب، وصراحة أنا آسف كثير أصدقائي، آسف كثير على هالعطل هذا اللي كان ما متوقع بصراحة، يعني أنا ما كنت متوقع إنه يصير هيك لهالدرجة هي، والتجربة اللي سويناها ما كان فيها أي مشكلة، بس لسوء الحظ يعني حظ كثير تعيس اليوم. أنا دعاءاتي للإخوة المؤمنين يعني يعني حيرتنا مثل ما بقولوا. الأخ معروف، أخي معروف إذا عم تسمعني ممكن، عم بيقول الصوت عندي لا بأس به. الأخ حسين، حسين عم بيقول أعطيني إشعار، ممكن أعطيك إشعار حبيبي، ممكن تصل بأي لحظة. طيب طيب عندنا اتصال من الأخ حسين، تفضل أخي حسين. كيف الصحة؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أخي حسين. حسن، حسن يا حسن، حسن آسف 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 طبعا آسف كثير. الأخ حسن هو كان ضيف من ضيوفنا بالبرنامج. تفضل حسن، أنا آسف كثير بصراحة. اليوم اليوم القصة يعني قصة نايف يعني بصراحة أنا كثير تعبتني، يعني أنا كنت متمني تكون حلقة رائعة مع نايف، ولكن الاتصال تعبنا وآسفين كثير. تفضل حسين. اليوم مغيم ومطر والجو متخلف، فكل شيء يعني متخلف اليوم. فقط طبعا نطرح الاحداث بالتحيه لك والاخ نايف، طبعا الاخ نايف صديق عزيز علي واخ حبيب كما انت ايضا كذلك حبيبي، واتمنى لكم دائما الاستمرار ودائما التقدم الى الامام. تسلم لك. طيب تسلم تسلم. ما بعرف شو إذا بنقدر نسألك أسئلة بصراحة، ما بعرف يعني إذا في عندك أي شيء تضيف مثلا أو أي تعليق أو بس فقط أحببت يعني أعطي رأيي بخصوص المعارضين للبرنامج. أحب دائما أن أقول لهم بأنه اقرأوا حقوق الإنسان البند 18 والبند 19، وهو يحق لك بحرية تعبير الرأي وأيضا بحرية النشر بأي وسيلة كانت. فإذا هم من يدعون بحقوق الإنسان ويحاولون الدفاع عنها لابد أن يقرؤوها بتمعن ويفهموها وليس قال وقيل. بصراحة بصراحة حسين يعني أنا يعني يعني هم مثل أنا في بالقصيدة كاتب لا يلتفت الفرسان لوقوقة الصيصان، فبالنسبة لي أنا صيصان لا التفت لها بصراحة يعني، بس في شغلة أنا يعني أتوقع هدول مفكرين حالهم عندهم CNN ولا BBC ولا شيء، يعني منيح ما كان عندهم سلطة، لو كان عندهم سلطة يعني لا كان مثل ما بقولوا بشار وغير وصدام والقذافي ما كان صبوا على إيدهم مي يعني، ف على يعني هدول مجرد صيصان يوقوقوا كما يشاءون، لن التفت اليهم، عنا مهمه اكبر منهم ومن من اللي علموهم حتى يعني، ومهما كانوا يكون، وانا بعرف كثير بعرف حق المعرفه، الثلاث ارباع اللي طلعوا هن صلاعمه وضحكوا على شويه
ملحدين للأسف صغيري العقل يعني. للأسف صارت يعني ليس إقناع، صار شوية ضغوط أيضا يعني ضغط يعني ما أنت معنا وعلينا يعني، صارت الحالة التفكير المغلق يعني، هاي الذهن المغلق، هذا ليس الذهن المفتح طبعا، عقلية مفتحة للأسف. وحتى لو يعني هم يملكون سي إن إن أو بي بي سي، فهذا لا يدعو يعني إلى فرض رأيهم بالقوة. عندما تصلون إلى مرحلة الـ United Nations يعني الأمم المتحدة، عند ذلك الحين سوف تعلمون بأنه أنتم لكم وزن ولكم اعتبار، أما غير ذلك يعني أنتم جروب في فيسبوك يعني قدروا وضعكم. هن شوية ناس مضحكين بصراحة يعني، شوية صيصان عم تقاقي إلى يعني ما بعرف شو بدي أسميهم يعني، أكثر من هيك ما يعني لا أعطيهم أهمية بصراحة يعني. نحن قدامنا جيوش من الصلاعنة عم نحاربها، وخليهن كمان زيادة يعني، ما في أي مشكلة عنا، وراح ندعس على كل من يعارض الحرية بكل معنى الكلمة. نحن أحرار، ولما طلعنا سوينا البرنامج لا سألنا على فلان. بصراحة أنا ما بدي أحكي بالموضوع، لو كرامة إلك حسين، أنا بس يعني أنت طرحت الموضوع أنا لن ألغي كلامك يعني. وبصراحة يعني أنا الموقف واضح يعني، قلت لكل أصدقاء هيك صيصان أنا ما برد عليهم، ورح أدعس على إرهابهم مهما كانوا يكونوا، كانوا الصلاعي من المندسين هدول من المخابرات السعودية ولا من غير مخابرات سعودية، وهذا خبر أكيد يعني أنا بعرفه، أنا ما رح أرد عليهم. بس يعني مثل ما بقولوا، خلي يعني صلاعنا من يوم عم بيحاربونا بكل الوسائل، طبعاً عم يستعملوا المعارض وعم يستعملوا كل شيء حتى يوجهوا يفرجوا الناس إنه هن ملحدين، هن بالأساس كذابين. وللأسف الشديد في بعض أصدقاء انجروا وراء خزعبلات هالصلاعمة هاي، ويعني مثل ما بقولوا يعني أنا ماني رايد أدخل، وأصدقائنا بيتموا أصدقائنا، ولكن يعني راجعوا حالهم، عيب اللي سووه عيب. وإحنا إذا ذكر حالة جدا مهمة، وأنت ذكرتها يعني، إذا محاولة كتم الأفواه يعني إذا نبقى صامتين، إذا إلى متى سوف يعلم العالم يعني بوجودنا ولنا أرضيتنا ولنا يعني خلفيتنا ومجتمعنا وشعبنا يعني نحن الملحدين أصبحنا ليس بالمليون ولا مليونين ولا حتى خمسة وثمانية، أصبحنا بالعشرات الملايين يعني. بالضبط العربي يعني، الإنسان العربي لا ناهيك عن العالمي، نحن نعتبر سدس العالم أعدادنا. فإذا نبقى مكممين أفواهنا، إذا من سوف يعطي لنا الاعتبار والاحترام لنا ولحياتنا؟ فلا بد يعني من الصرخ، ولا بد من إثبات وجودنا، هذا أهم شيء. بالضبط حسين. أنا على كل حال حسين أشكرك كثير، وأنا آسف صراحة. بتعرف حسين يعني قال لك شغلة بين حسن وحسين، هو حسين بالضبط. هو المشكلة مو بس هون، المشكلة في كتير أصدقاء يعني. امبارحة كنت عم بحكي مع واحد عم بقول له حسن، عم بقول لي يا أخي حسين صدقني، أتمنى يكون الأخ حسين هذاك الثاني عم بسمعنا يعني. فاللي يصير يعني بين حسن وحسين يعني، هدول الأخوة الرائعين يعني، اللي دمروا حياتنا عم يدمروا ذاكرتنا كمان. نعم، قاموا حروب من أجل امرأة للأسف الشديد، كرروا طروازة للأسف الشديد. طيب شكرا كثير حسين لك، وأنا بتمنى مشاركات تانية. في عنا اتصال من الأخ عباس. أخي عباس تفضل. أخي عباس هلا صديقي جان، أهلا وسهلا، بس علي صوتك يا ريت عباس. هلا صديقي جان، وتحية لضيفك الكريم نايف. للأسف الشديد يا عباس، الأخ نايف يعني لا قدرنا نكمل معه على سكايب ولا هون على الهانج أوت يعني. أكيد رح نعمل حلقة تانية مع الأخ نايف، وبيكون بجودة عالية يعني. أسفين أصدقائي على هالعطل هذا. أتفضل عباس. شكرا. أنا ما أحب أنك تتأسف، حقيقة ده الواقع بتاعنا. إحنا زي ما قلت إحنا ليس شبكة بتاع CNN
او شبكه عالميه، يعني بقدر المعقول الناس بتحاول، وده جهد كبير جدا وجهد انا اعتقد مشرف، وبكل العوائق والحاجات دي وانت بتقدم عمل جميل وعمل ممتاز، وانا ابريشيت الحاجه دي حقيقه. تسلم يا طيب. كل ما في امكانياتكم انتوا قاعد تعملوا، وانا شخصيا انا ما اقدر اتكلم نيابه عن الناس، انا مقدر الحاجه دي تمام وممتن لها جدا، وكل السلام وكل التحيه على الناس اللي واقفين خلفك في هذا العمل الجميل والعمل الجبار اللي بنحبه. تسلم يا طيب، تسلم. يعني اعتذر بصراحه، هو اصدقائنا الملحدين لا يعني ما عندهم اي شكاوي بهالموضوع هذا، ولكن الصلاعمه بيلاقوا حجه. هي القصه دي مشكله الصلاعمه، هم عندهم مشكله في اي حاجه طبعا. بسيطه بسيطه في اي شيء، ايوه. لكن هو ده شكل الصلاعمه، او شكل المسلمين، هم دائما بيحاولوا يوروا الناس ان هم بيمتلكوا الحقيقه المطلقه، وبيمتلكوا الحقيقه الكامله. واي انسان بيفكر من منطلق انه بيمتلك الحقيقه الكامله مفروض يراجع نفسه، لانه ما في حاجه، ما في كائن او ما في فكره بتمتلك الحقيقه المطلقه. حتى الملحدين لا يمتلكون الحقيقه المطلقه. لذلك نحن في حاله بتاعت بحث دائم ومستمر للتعلم اكثر واكثر. فعليه دائما بتحس ان الملحدين دائما بيكونوا تفكيرهم مفتوح على الحياه الثانيه. يعني انا دلوقتي من خلفية مسلمة، ما عندي مشكلة أخش كنيسة يهودي أو أخش كنيسة مسيحية أو أخش عندنا طبعا على فكرة حاجة هنا في السودان اسمها الكجور، هي الديانات الأفريقية، ديانات جميلة على فكرة. سمعت عنها؟ لا بصراحة لا. الكجور هي الديانات الأفريقية، هي تعتمد على أرواح الأجداد و يتعامل مع الميتافيزيكس، وهي من أقدم الديانات، أعتقد هي الديانات لها أكثر من 10,000 عام موجودة لحد الوقت في مناطق كثيرة من السودان، في منطقة جبال النوبة، في منطقة دارفور، في منطقة النيل الأزرق أو ما يسمى بالإنقسنة. ولديهم ترانيم ولديهم طقوس جميلة، وأيضا لدينا ديانة محترمة هي ديانة رفت الشلو، موجودة في منطقة فشودة، هذه عندهم مناطق مقدسة. والديانات في افريقيا جميله، ما في مشكله ناخذ حلقه على الديانات الافريقيه. يا ريت يا ريت بصراحه، يا ريت عباس اذا في عندك امكانيه ممكن تقدم التوضيح عن هالديانات، هاي نسوي حلقه، بتمنى بصراحه. يعني كلام جميل، انا حجهز الحلقه ان شاء الله كما يقول المدينين، وحنبتدي في الديانات الافريقيه، وهي ديانات ممتعه على فكره، لديها امكانيات احسن من الاسلام بمليون مره. أكيد أكيد أكيد، يعني لا أقل شيء أظن ما عندهم حد الردة يعني. لا لا ما عندهم حد الردة، وعلى فكرة يعني الجميل في بعض البيوت، يعني تجد في البيت الواحد أكثر من 5 ديانات وبيأكلوا في صفرة واحدة. ميزة جميلة، 5 ديانات مختلفة، الأب بيدين والمرأة بيدين وأبنائهم كل واحد بيدين وما عندهم مشكلة مع بعض. يعني يعني على قولة غوار الطوشي، حارة كل مين يدوله. مظبوط مظبوط مظبوط. عباس عباس يا ريت تراسلني على الفيسبوك ونتفق على موضوع الحلقات هي، نحكي عن بصراحة الموضوع شيق، يعني إنه نحكي بموضوع الديانات الأفريقية هي. ما في مشكلة، بس أنا حقيقة ما عندي فيسبوك وما بحبه على فكرة، بس هذه الفكرة. فأنا حواصل تمام تمام، بعث لي رسالة على اليوتيوب. أوكي أوكي ممتاز، رسالة على اليوتيوب، مو بالتعليقات، برسالة خاصة على اليوتيوب. ماشي يا سيدي ماشي يا سيدي، ماشي ماشي عباس، شكرا كثير حبيبي لك، وأنا أظن راح ننهي الحلقة لأنه الأخ نايف يعني مو معنا، ويعني أنا بعتذر كثير أصدقائي على العطل هذا، وأنا متأكد راح نعمل حلقة كاملة مع الأخ نايف بشكل تكون يعني الاتصال يكون بجودة أعلى. شكرا أخي عباس، شكرا أخي عباس، حياتي وتحياتي للأخ نايف. حبيبي حبيبي يا سلامات. طبعا في بدنا نتصل بالأخ معروف المجهول، وعدنا نتصل فيه. أخي معروف يا ريت ترد علينا. أخي معروف،
تفضل 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 معروف. يا ريت بس تعلي صوتك معروف، واليوتيوب علاوة تطفي مشان الصوت يكون واضح. تفضل معروف تفضل. تسمعني تمام؟ اه اسمعك تفضل. كيف حالك؟ كيف الصحة؟ تمام تمام، انت كيفك؟ خير تمام. انا بس كنت حابب اقترح عليك اقتراح. انا كنت اقترحت قبل استاذ الخزرجي. اه تفضل. كتبت له في التعليقات. اه نعم، بما انك صاحب برنامج بث مباشر، فكنت لو تعملوا برنامج او تخصصوا حلقات يكون فيها حوار مباشر مع الاخوان اللادينيين، خصوصا اللادينيين الجدد، يعني كيف كيفيه تعاملهم مع الحياه والمشاكل اليوميه اللي تواجههم. يعني سؤال وجواب، مثلا يعني انا اتصل اطرح مشكله انا كيف اتصرف فيها، بما انه الاخوان عندهم اكثر فيها خبره اكثر في هذا المجال، وشيء من هذا القبيل يعني. تمام تمام. على كل حال انا راح اطرح الموضوع على الاخ رياض، واكيد راح نعمل حلقات هيك سؤال وجواب. انت كان انا قريت التعليق، وبصراحه يعني اصدقائي انا اسف كثير، انا يعني صعب كثير ارد على كل التعليقات وكل الاطروحات اللي بتنطرح. كثير شباب بيطرحوا افكار، ولكن معذور يعني معذور معذور، بعتذر كثير على هالموضوع هذا. الواقع يقول انه اللاديني انسان مشغول، والمؤمن انسان فاضي، المؤمن هو اللي يتابع هذه الامور. هو بصراحه عملي كثير صعب، يعني عملي اخذ كل وقتي، ويعني انا اجاهد حتى اظهر بهالحلقات هي بصراحه. يعني طبعا بركه جهودك. تسلم يا طيب، تسلم. يعني ما هو مهم المسلمين فقط مجاهدين، يعني نحن المجاهدين الاكبر طبعا، ما بقولوا يعني نسعى في الحياه بكل مناكبها، ورغم ظروف الحياه، لكن بدنا نغير لكن في هالحياه هي. اكيد انت تعرف الفرق بين جهادنا وجهادهم. تفضل تفضل معروف. الفرق بين جهادنا وجهادهم اننا لا ننتظر اجر. بالضبط. نفعله هكذا فقط، نفعله بدافع من ضميرنا فقط، يعني نعم، لكي تطمئن انفسنا، لكي نرتاح في حياتنا، لكي نرى مجتمع افضل، لكي نرى الانسانيه على حقيقتها. اما هم كل شيء يفعلوه لاجر، اما ان كان دنيوي او اجر، والاجر كله سكس بصراحه. معروف ان نعم يعني ان الاجر المنتظرينه سكس، يعني ما في غير السكس. نعم، مع تفاوت المراتب السكسيه. للاسف الشديد، يعني للاسف الشديد ان عقولهم مدفونه اصلا بين صرتي والركب، مثل ما قلنا بقصيده من القصائد. طبعا انا في مره واحد ايام ما احضر حلقات علم وهكذا، واحد كان من جماعتنا ملتحي عنده لحيه طويله. فقال لي انت ليش يعني لحيتك مش طويله مثل ما لا تطلقها انك تجيب اللحيه وتهتم في المظهر؟ فانا قلت له يعني انا اعتقد انه الله يعني لا يهتم في المناظر، وان الله ينظر لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، ومن هذا الكلام يعني. فقال لي لا، برضو انه اللحيه فيها فوائد. ما هي الفوائد؟ قال لي فيها فوائد دنيوية. قلت له ما هذه الفوائد؟ فقال لي تشعرك بالشبق، تكون الشبق، يعني تحب أن تمارس الجنس بكثرة. قلت له يا راجل هذا؟ قال لي لا، هناك دراسات علمية أثبتت أنه الملتحي عجيب، يعني ما علاقة اللحية بهذا الموضوع؟ فحتى بهذا هم يظنون أنها لها تأثير على المسائل الجنسية، كل الأمور جنس لا أكثر ولا أقل. يعني ما بعرف كيف بدي أفسرهم صراحة، يعني
انا البارحه عندما تسمع هذه الامور تصاب لا تستطيع ان تجيب. حتى انا يعني انا معروف عني انه انا بديهي استطيع ان اجيب بسرعه. غير عندما قال لي هذا الموضوع معقول يعني هكذا تفكر هذه الناس؟ طبعا انا ما اصدقه لكن تدخل الى مخيلته. ما بصراحة معروف يتوقف اللسان عن التعبير مع الناس. يعني امبارح انا شفت صورة بالفيسبوك، عملت فيديو موجود على القناة. فابو يجي الله يفتح سبحانك لو تحط لنا باب. يعني احكي لاصدقائي يا ريت يشوفوا الفيديو. يعني وظيفة الله بالجنة، يعني بالفعل. يعني اليوم 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 الله وعد هالناس هاي انه يعني المشكله معروف المشكله انه الوعود كلها اكل وشرب وجنس. يعني ما في مثل يعني لك يا اخي، نحن بهالحياه هاي بناكل بنشرب عشان نعيش، مو بشان ما لنا عايشين مشان ناكل ونشرب. بنمارس الجنس مشان التخليف. حتى لو كانت من اجل الموت يعني ليست كل شيء، يعني هي حاجه نغذيها وانتهى الموضوع. بالضبط هي ليس من اجلها، يعني هي متعة صحيح، ولكن اللي الحاجة هي تحولها متعة. يعني خلينا نكون واقعيين. اليوم خلينا نمارس الجنس يوميا. بعد شهر شهرين راح تفقد طعمتها. يعني شو ما بتطلع سيكون شيء مقرف. يعني بالضبط شيء بالفعل شيء بيكون شيء. يعني حتى بالنسبة للمتزوج هو هذا الموضوع بالنسبة له ليست وسيلة متعة أو عادة، فقط هو يفعل هكذا لكي يعني يعيش حياة أكثر ولا أقل. بالضبط. يعني شو الفكرة أنه حتى الطعام أخ جان، الطعام من أساسيات الضرورية في الحياة. لكن أنا عندما أقول لك أنا أعيش لكي أكل، لن تستطيع أن تحترمني أو تقدرني. بالضبط. لكن أنا أقول أنا أكل لكي أعيش، تختلف. وأمارس الجنس لحتى تتكمل الحياة. يعيش نعم لكي أمارس دوري في هذه الحياة وهو نقل جيناتي إلى جيل آخر. يعني المسلمين يعني يعيشون للأكل والشرب، يعني إلههم يعني وعدهم الأكل والشرب والجنس، وهو اللي يقدم لهم يعني العرصة. يعني عرصة الكباريه بتلاقي بيقدم المشروبات والاكل والشرب والنسوان بيقدمهم للزبونات. فيعني الله صفى عرصه بالكباريه. لو كان عندك اطلاع على القران، ما موعده المؤمنين في الجنه وماذا؟ بالضبط. يعني لحم طير مما يشتهون. بالنسبه للعرب كان لحم الطير شيء نادر جدا. صحيح صحيح. أغراهم بهذا الأمر الذي أنتم محرومون منه في الحياة هذه، ربنا سوف يعوضكم الآخرة. والحديث يقول لك أن أول طعام للمؤمنين أنه زيادة كبد الحوت. طبعا هذا اللي عايش بالصحراء هو لم يرى الحوت أصلا. بالضبط. فكبد فتشوق لهذا الطعام. وعلى فكرة حتى الطيور بالصحراء بتكون قليلة جدا، يعني نادرة. أنا أقول لك هو يوعد في لحم طير مما يشتهون، هو لا يرى الطيور أساسا. صحيح. وحتى إذا كان يراها يعني نادرة ما يقدروا يصيدوا، لأنه ما عندهم شفت، ما عندهم وسائل الصيد غير القوس. يعني لا هم كانوا يصيدوا بالصقر. هذا بالصقر. ايوه انا ما عندي اطلاع على وسائلهم صراحه. يعني نعم هذا يعني وسيله تقليديه، يعني تذهب للصيد مع القوس والسام والرماح والصقر، يطلق وهو حظه شو يجيب. احيانا يجيب له لقلق، احيانا يجيب اي شيء. يعني يلا تصور، يعني انت هذه العقليه لهالناس تريد ان تحكمنا الان للأسف الشديد. تصور هذا يعني شيء لا يتخيله عقلي. ومع الأسف من الناس كنت مخدوع في هذه الأمور. يعني أنا لحد قريب، لحد أقل من 3 شهور أنا كنت ملتزم إلى أبعد الحدود. والله برافو معروف، برافو تركت. يعني لا أنا تركت
حديثا انا اقول لك يعني حتى اقتراح كان انه للذين حديثين عهد باللا دينية امثالي. تمام تمام. اظنك كنت من السبابين لنا يعني. ها لا ابدا ابدا صدقني صدقني انا وانا ما... كنت عندما ارى الاحداث التي تحصل في المنطقة صدق او لا تصدق دائما كنت اقول في نفسي الالحاد هو الحل. تصدق هذا وانا مؤمن. وشو اللي دفعك تقول الحكي هذا معروف؟ انا اوضح لك. تفضل. انا كنت اقول لو اردنا ان نعمر هذه الارض وان تستمر بسلام على الارض فيجب التخلي عن فكرة الآخرة. يجب ان نعمر هذه الحياة الدنيا. ومن هم المعمرين لهذه الارض؟ بصراحة يعني انا كنت اقول مع نفسي هذا الكلام. المؤمنون لم يفعلوا شيء، حتى المسيحيين ليس هم من بدأوا الحضارة، لكن ليس المسيحيين من بدأوها، والإنسان من بدأها بكل تأكيد يعني. الإنسان بدأها الإنسان أو الذي لا يكترث حتى لو كان مؤمن لا يكترث بإيمان، لا يكترث بالمسيحية أو بالإسلام. يعني حتى أنت عندما تنظر إلى تاريخ العربي تجد المبدعين خارج إطار العلم الشرعي كلهم من الزنادقة والملحدين أو ما يسمى بالمرتدين مثل أمثال ابن سينا وابن رشد. لم يكون على الأقل أنهم متدينين أو ملتزمين بالدين، على الأقل اهتموا في العلم الدنيوي على حساب الآخرة. فقامت على أيديهم حضارة، هذا الواقع. لم تقوم الحضارة على يد ابن تيمية أو مالك أو ابن حنبل أو أبو حنيفة، لم تقوم على أيديهم حضارة، بالعكس هم دائما كانوا يدعون إلى الرجعية. يجب أن نعود إلى زمن الخلافة الراشدة، زمن ذاك الزمن. طيب أنا بشكرك كثير أخي معروف. حبيبي بشكرك كثير على التواصل وبتمنى على المجهود الخرافي. طبعا تسلم يا طيب. بتمنى طبعا اشوفك بحلقه من حلقات برنامج الجهر بالالحاد كمان طبعا حسب ظروفك عندما تكون جاهز انت. نعم انا الان في مرحله انتقاليه طبعا عندما اصل الى بلاد الامان. اكيد طبعا سوف اخذ خطوات جديه في إظهار معتقداتي طبعا. أكيد صدق. أنا أستمر على هذا الحال طبعا. أتخفي لأن أنا لا أطيق أن أكتم ما في داخل. أكيد 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 صديقي. بشكرك كثير معروف وقلنا لقاءات أخرى مثل ما بقولوا. شكرا لك حبيبي. بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب أصدقائي أنا بعتذر كثير عن موضوع البث هذا مع الأخ نايف، وأنا متأكد رح نعمل حلقة مع الأخ نايف، وأهدي سلامي لعزيزنا حبيبنا رسول رب جلدة الحنفية معنا أظن مشاهدنا. أنا بتشكره كثير على تواجده معنا الأخ جورج بول صديقنا الحبيب. لنا لقاءات قريبة طبعا مع الأخ جورج، بس هالأسبوع هذا يعدي علي ونخلص من هالأشغال اللي عندي أكيد رح نرجع نرجع نكمل السلسلات. بصراحة أنا عندي الله كتير أفكار كتير رح تنطرح بعد هالأسبوع هذا. رح أعمل طبعا أنا بلشت بسلسلة من سلسلات ردود على تعليقات الأخوة المسلمين، رح أبدأ سلسلات علمية ساعة كل حلقة نشرح فيها موضوع علمي كامل، ومين عارف يعني ممكن نطور البرنامج ل أشياء أخرى كثيرة. وأنا متأكد راح يكون نشاط مثل ما بقولوا نشاط كثيف راح يكون، وأنا مستعد أعمل حلقتين وثلاثة يوميا بس لتخليص أهالينا من هالوهم الخرافي هذا اللي دبحنا. طب أصدقائي أنا بعتذر كمان مرة أخرى عن يعني الاتصال الرديء، وأتمنى ألقاكم في حلقة قادمة. انتظرونا يعني بالأسبوع القادم مثل ما بقولوا، أو
10 ايام تانية كمان ممكن يعني طول الوقت، واتمنى ما يطول، اتمنى نقدر نتواصل باسرع وقت ممكن يعني. شكرا لكم اصدقائي، الى اللقاء في حلقة قادمة، الى اللقاء.